حيث ترك التاريخ بصمة جميلة في عالم رائع وجميل يمتزج بين الخضرة والندرة، حيث تتربع على عرش تلك الهضبة قلعة صلاح الدين من أجمل القلاع الموجودة في سوريا بل في الشرق بأكمله. هنا ستكون انطلاقتنا ومحطتنا في مدن وقلاع وأسوار، معا سندخل إلى تلك القلعة ونكتشف تلك القصص والحكاية التي حدثت هنا ونتعرف إلى حضارة مرت من هنا في مدن وقلاع وأسوار. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. لو عدنا تاريخيا إلى هذه المنطقة منذ دخول الإسكندر المقدوني عام 333 في معركة أسوس إلى سوريا، وبعدها في عام 975 اللي هي الفترة البيزنطية اللي شهدت بناء القلعة الأولى ونواة القلعة عام 975 على زمن يوحنا تزمسكوس الإمبراطور البيزنطي، بنيت هذه القلعة بداية بنواة قلعة صغيرة محاطة بأسوار قريبة نوعا ما ليست متسعة، إلى أن اتسعت بأسوار متعددة حتى وصلت مساحتها إلى 5 دونمات. هذه القلعة تتعدد فيها الأقسام من الأبنية وحسب الوظائف التي أنشئت لها من اسطبلات وأسوار وأبراج دفاعية. ربما كانت في البداية الأبراج الدفاعية متواضعة، ولكن في الفترة الفرنجية التي بدأت عام 1108 زادت هذه الأبراج مناعة، وزادت مناعة أيضا بحفر الخندق في الجهة الشرقية الذي يرتفع حوالي 30 مترا، وبزيادة بناء الأبراج فوقه أيضا إلى أن يرتفع حوالي 50 متر ويزيد، زادت مناعة القلعة بشكل كبير. القلعة بمساحتها الضخمة التي تتألف من أبراج وأسوار منيعة، منطقة مرتفعة ومنطقة منخفضة، كان من الصعب جدا على أي غازي أن يخترق هذه الأسوار وهذه الأبراج، إلى أن جاء صلاح الدين عام 1188 واخترق القلعة بحيلة من الجهة الغربية، حيث اخترق السور ودخل جنوده إلى القلعة من الأسفل أي من الجهة الغربية، وهو رأس القلعة حيث القلعة شكلها شكل مثلث، رأسه في الغرب وقاعدته في الشرق، فدخل القلعة وفرض الجزية على أهلها إلى أن تركها. طبعا هو لم يسكن فيها القلعة أبدا، ترك فيها ناصر الدين منكوروس الذي حكم القلعة 40 سنة وتوفي عام 1229. وبعدها استلمها ابنه مظفر الدين عثمان الذي شهد حكم المغول وغزو المغول إلى سوريا عام 1260 الذين طردوا من قبل المماليك عام 1262، ثم استلمها بعده وحكمها ابنه عز الدين أحمد إلى أن وصلت للظاهر بيبرس، وبعده سنقر الأشقر شمس الدين سنقر الأشقر. هنا يجب أن نقف وقفة صغيرة في
هذه الفترة شمس الدين سنقر الأشقر كانت قلعة صلاح الدين هي عاصمة القلاع في منطقة الساحل حتى حمص، أي أنها كانت تحكم من هنا تحكم كل القلاع، المنطقة الغربية إلى المنطقة المتوسطة في سوريا. أول بناء في قلعة صلاح الدين نعرفه هو القلعة البيزنطية القديمة الذي تتوسطه المنارة التي ترتفع حوالي 16 مترا وترتفع عن سطح البحر حوالي 400 متر. هذه القلعة هي نواة البناء في قلعة صلاح الدين بالفترة البيزنطية التي امتدت حوالي 100 عام. تتوسط هذه القلعة المنارة التي أسلفنا ذكرها، وهذه القلعة تحيط بها أسوار دفاعية، وإن كانت اليوم إذا قسناها بالأسوار الدفاعية التي أنشئت لاحقا تبدو أسوار متواضعة نوعا ما، وقد هدم الكثير من أجزائها وإن شاء الله سترمم هذه لاحقا. وقد امتدت هذه الأسوار خلال هذه الفترة التي قلنا أنها حوالي 100 عام أو أكثر، الفترة البيزنطية، اتسعت القلعة البيزنطية في قلعة صلاح الدين خلال هذه الفترة، أي 100 عام من عام 975 إلى عام 1100، فزادت أسوارها مناعة، فأضاف البيزنطيون سورين إضافيين أحاطوا بالقلعة من الجهة الشرقية، علما أنهم بنوا أسوار لحماية القلعة من كل جهاتها، ولكن الجهة الشرقية يبدو أنها كانت تحتاج لمناعة أكثر فبني فيها أكثر من سور، سورين بيزنطيين بنيا في القلعة، وهذان السوران البيزنطيان اخترقا بأبراج ضخمة خلال الفترة الفرنجية، وكانت في إحدى هذه الأبراج في قبو البرج الدفاعي الجنوبي سجن في الأسفل ومدخل للإسطبلات البيزنطية، ونرى هذا واضحا عندما نرى هذه الأسوار، نرى كيف اخترقت وبني فوقها الأبراج الفرنجية.
نحن الآن داخل مبنى اسطبلات الخيول، وهو مبني في الفترة الفرنجية ومبني بشكل عقود تتوسطها فتحات الإنارة والتهوية، ويتوسط المبنى بقايا السور البيزنطي الأخير أي المتطرف في الجهة الشرقية، وتظهر منه أيضا مرامي السهام على الحافة الشرقية للقلعة. وهذا المبنى طبعا له أهمية كبرى جدا، حيث من خلاله ندخل إلى خزان المياه الصغير الذي يسقي الخيول، ونخرج أيضا بباب آخر ثانوي إلى الأبراج الأخرى الدفاعية في الفترة الفرنجية. نحن الآن بين سورين بيزنطيين عظيمين، سور في الجهة الشرقية والسور في سور في الجهة الشرقية والسور في الجهة الغربية. يتخلل السور البيزنطي برجين دفاعيين، برج الأول مخمس الشكل والثاني مستطيل الشكل. هذه الأبراج عدت للمراقبة والدفاع عن القلعة. بعد أن تعرفنا مشاهدينا إلى هذه القصص والحكاية والحضارات التي مرت من هنا وقصة هذه القلعة، قلعة صلاح الدين، سنغادر هذا المكان، وحيث نقف هنا سنستشعر في الختام بأن من مر من هنا ترك لنا قصصا وعبرا كثيرة. ستسمع أصوات من كانوا هنا يقولون لنا تلك الحكاية. انتظرونا في موقع جديد وفي حضارة قادمة نتعرف فيها على قصص أخرى مثيرة مليئة بالسحر والغموض في مدن وقلاع وأسوار. على المحبة نودعكم مشاهدينا، إلى اللقاء.